رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ربي بصحيحة وبالرزق وبكل ما كتمنوا بأجمل متمنيات إن شاء الله. يرفع لنا ربي هذا الوباء ويشافينا ويعافينا ويحفظ لكم كل واحد عز عليكم. فيديو اليوم هو تقديمات ديال رمضان أو مائدة الإفطار ديال رمضان. غادي نتقاسم معكم إن شاء الله بعض الأفكار كيفاش تقادوا طبيلة ديال الفطور ديالكم. ماشي بالضرورة أنكم تمشيو وتشريو هكذا معينات جدادين أو لأن سيرفيس اللي هو جديد، غير المعينات اللي عندكم في الدار. فغنعطيكم بعض الأفكار هكذا باش تقدوا طبيلة متيولة محدقة كيف كنقولوا كتشهاها العين، لأن حنا كنعرفوا بأنه العين هي اللي كتاكل. فبالإضافة لهاد الأفكار هذه غادي نتقاسم معكم بعض الوصفات إن شاء الله اللي حضرتها في الدار، طيبتها هكذا في الدار. دي روسات سهلين ماشي صعبين، غتوجدوهم هكذا في رمضان وغينفعوكم دائما، غتبقاو توجدوهم. وإلا كنتو مازالين جداد في القناة ما عليكم إلا تشتركوا هكذا باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وما تنساوش تخليو ليا لي لايك ولي كومنتار إلا عجبتكم لا فيديو. إذا على بركة الله نمشي ونبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه باش نقاد الطبيله ديالي خاصني ندير اون ناب تكون لا كولور ديالها بيضاء ولا بلون كاسي، المهم تكون لون واحد. فاليوم ان شاء الله غادي نقادو طبله متوله بالمعينات غير ديال 5 دراهم و 10 دراهم، فبقاو معايا حتى الاخر. اذا من بعد ما غادي نوجدوا الفراشات ديال التبصيل ديالنا اولا لي بلا ديال البريزونطاسيون ديالنا، المعلقات ديالنا، غادي ندوزو لي بلا برينسيبال اللي هما تيكونوا في الوسط ديال هذا. هما هادو، انا اختاريت هادو، خديتهم من عند مالي الماعن، الثمن ديالهم 15 درهم. غادي تلقاوهم في عند مالي الماعن اللي تيبيعوا البلاستيك، اللي تيبيعوا الماعن العاديين في الاسواق العاديين، غادي تلقاوهم متوفرين كاينين. كاين هاد الزواقات وكاين زواقات في الداخل. اذا باش نبقى في لو تام ديال الابيض، اختاريت هاد الطبيصلات هادو، هاد الطباصل هادو الثمن ديالهم 10 درهم، كنت خديتهم على شكل وريضه. حتى هما غادي تلقاوهم عند مالي الماعن اللي تيبيعوا الماعن، دوك اللي تيبيعوا البلاستيك. باش نبقى في نفس لو تيم اللي هو الزرق، اختاريت هاد الزليفات هادو اللي الثمن ديالهم 5 دراهم. هادو حتى هما خديتهم من عند مالي الماعن. اذا هادو في الزرق فيهم الزواقه اللي فيهم قريبه شي شويه الزواقه ديال التبصيل، المهم جات زواقه بلديه شي شويه. انا اليوم غادي ندير طبله تقليديه شويه، فيها واحد شويه ديال التقليدي مغربي. ودابا غادي تبقى خاصني غير الكيسان ديالي ديال العصير، وغير خاصني لي موشوار اولا السرابط اللي غادي نحطوهم. انا اختاريت هاد لي موشوار هادو فيهم الزرق باش غيتمشاو ليا مع هادشي بيان سور، مع هاد لو تام اللي هو في الزرق. طبعا هادو كاينين في ايكيا، كاينين غادي تلقاوهم عند دوك اللي تيبيعوا الحلوى، تيبيعوا داكشي ديال الحلاوه ديال الدغاجي، وهذا غادي تلقاوهم الثمن ديالهم 15 درهم 20 درهم، المهم على حسب الزواقه اللي نتوما غادي تبغيوها. المهم انا تلقاوهم في ايكيا 15 درهم 20 درهم. واخيرا غادي ناخذ هادو لي بورت سيرفيات، المهم هادو رخاصين 25 درهم، باكيه فيها 12 بياسه. اذا هادو كتشكلوهم نتوما كيف ما بغيتو هكذا، هما كيكونوا هكذا طوالين، كيكونوا طوال وانتوما كتشكلوهم كيف ما بغيتو. فانا كندير لهم هكذا وكنخشي السربيته في الوسط ديالهم، كندير لهم هكذا وكنخشي السربيته هنا في الوسط هكذا، كتجي السربيته مقاده في الوسط بهذا الشكل هذا. اذا انا في الاخير ملي غنوصل لهاد المرحله هذه غنوريكم كيفاش غادي نقادو السرابط ديالنا. دابا غادي ندوز باش نحط الطباصل ديالي وهو الورا.
دابا غادي نعمرو التميرات ديالنا من الداخل. طبعا غادي تكونوا كتعرفوا وسبق ليكم تناولتوا التمر معمر من الداخل اما باللوز اما بالقرقاع واما بالكاوكاو. كل واحد وكيفاش كيعمرو على حسب الذوق ديالو، ومن الفوق كيجيو فيه هاد الزرع هكذا مزوقين. ساهل الطريقه ديالو، غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. اذا التمر ديالنا باش غادي نزوقوه، غادي نزوقوه بالزرار الا عندكم موجودين. ما عندكمش موجودين غادي ديروا غير زنجلان اولا زريعه الكتان، المهم شنو كان شنو ما موجود عندكم في الدار. باش غادي تعمروه من الداخل، انا عمرته هنايا بهاد الكاوكاو مطحون بخلينه ديال الكاوكاو. دونك هذا بامكانكم الا عندكم نتوما كاوكاو في الدار طحنوه، اولا مثلا الا عندكم اللوز طحنوه ديروا حتى هو مطحون، اما تحمروه اما تخليوه عادي وطحنوه تعمروه به من الداخل بحال هنايا عندي. كيف قلت لكم هذا انا شريته، هذا كيتباع، القرعه ديالو هي هذه. دونك هذا غادي تلقاوه عند مولي الحوانت، ماشي بالضروره انكم تلقاوه في لي غون سيرفاس، كاين حتى مول الحانوت. هو هذا كنعمروا به من الداخل. المهم هنا انا شنو درت اللوز هكذا هرمشتو. هنا عندي هاد الزرارع، هادو كنشريهم ديجا كيكونوا جاهزين، فيهم داك الزريعه زريعه نوار الشمس، شويه زنجلان، شويه ديال زريعه الكتان، المهم مخلطين هاد الزرارع هادو. كاين هنا عندي هذه الزريعه ديال القرعه حتى هي كنشريها، كاين تقدروا تلقاوها في المحلات التجاريه. النخله زريعه الكتان والزنجلان، كافي انكم تزوقوه غير بزريعه الكتان، بزريعه الكتان وبزنجلان. ودابا غادي نحطو هنايا في البلاطو ديال التقديم ديالي اللي غادي نقدم فيه. ناخذ التميره ديالي غادي نشقها من الوسط، نحيد لها العظيم ديالها. دابا غادي نشد التميره ديالي، غادي ندير فيها البخاليني اولا العجينه ديال الكاوكاو، نقادها هكذا. نبدا باول حاجه غنبدا بزريعه الكتان هي الاولى. التمره الثانيه شنو غندير فيها؟ ندير فيها القرقع. اذا هادو انا صايبتهم كيف ما كتشوفوا. هادي دابا غادي نبدا نعمر بالعجينه ديال الزنجلان. هاد العجينه كنتشطلي كيف قلت لكم من السلو، فغادي ندخلو هكذا غنصيبو هكذا، غنحربلو نديرو حربول هكذا، نديرو في الوسط ديال التميره ونغطسوه هكذا داكشي اللي بغينا في الزريعه اللي بغينا. انا دابا غطستو في زريعه الكتان. انا علاش ما كنتش كنغطس؟ لانه ما كيجيوش عامرين بزاف، كيجيو غير هكذا شي شويه خفافين، كيجيو زوينين احسن من انهم كيجيو عامرين هكذا. انتما كيبقى لكم اختيار، بغيتو تعمروهم تغطسوهم هكذا كيجيو عامرين بزاف مفندين بزاف، بغيتو تخليهم غير شي شويه نص نص يعني ما عامرينش بزاف بحال اللي درت هنايا، غير انكم دردرو من الفوق. فهنا هادي انا غنعمرهم هكذا باللوز مهرمش من الداخل هكذا غيتعمروا. عمرت التميرات ديالي وزوقتهم من الفوق، دابا غادي ندوز مباشره نصوب شهيوه مالحه اللي تكون خفيفه. بالنسبه للشهيوه اللي غنصايب، غنصايب خبيزات معمرين وديميني باغيت بنفس العجين. اذا بالنسبه للعجين عندي نص كيلو ديال الطحين، في نص كاس كبير ديال الحليب، نص كاس كبير ديال الزيت، ونص كاس كبير ديال الماء، نقدروا نزيدوا الماء على حساب الدقيق، وبيضه، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر، ونص معلقه ديال الملحه. كنخلطوا العناصر مع بعضياتها، نخليوها تخمر شي شويه يعني مع الماء، ومن بعد كنديروا بيضه نخلطوها مع الطحين مع الدقيق، وكنبداو نخويو بشويه بشويه ونخليوها تخمر. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم كيف قلت لكم في صندوق الوصف بالتدقيق. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها داك الساعات عاد كنبدلكوها ونقادو الشكيلات اللي بغينا. بالنسبه لهاد العجينه نقدروا نصايبوا بها حتى دي ميني هامبرغر صغيورين، يعني خبيزات خاويين من الداخل عاد كنعمروهم. كيف كتشوفوا من بعد ما خمرات العجينه ديالي كنقطعها طريفات صغار اللي غادي نشكل بهم خبيزات معمرين. بالنسبه للخبيزات معمرين نحاولوا تصوبوهم على القدر ديال الحلوه، حلوه بلديه اللي تنصايبو يعني نفس القياس، لانه ملي تيدخلوا الفران تيتنفخوا تيتضاعف الحجم ديالهم هكذا باش ما تجيكمش خبزه كبيره، لانها كتكون كبيره تتقهم. بالنسبه للافاص الدخلانيه انا شنو درت؟ درت غير فلفله خضراء وفلفله حمراء وكفيته، شحرتهم مع بعضياتهم وعمرت بهم في الوسط، وهما نيت اللي غادي نعمر بهم حتى لي ميني باغيت. كيفاش تجمعوا العجينه؟ اذا كتطلقوها كيف شفتوا، تلقاها بيديكم اولا بالدلاك، ومن بعد كنحط الكارنيتور في الداخل يعني داك الفخص الدخلانيه المالحه، يعني نتوما تقدروا تعمروهم باش ما بغيتوا، تقدروا كاع حتى تخليهم خاويين، لا ديروا غير الفرماج كيف انا درت في واحد اخرين، درت فيهم الفرماج والطون والزيتون مقطع. دابا كيف كتشوفوا ها نتوما كنجمع
جنيبات ديال الخبيزه وكنجمعهم هكا، كنضغط عليهم بصبعاني وكنقاد الخبيزه ديالي، كتجيني مقاده. ما تخافوش على الشكل، يقدر يبان لكم الشكل بانه ما زوينش يعني مخسر، فمن بعد ملي كتخمر ولا كتدخل الفرن كتاخذ الشكل ديالها اللي هو يعني زوين من بعد ما كتنفخ بالخميره. اذا من بعد ما صايبت الخبيزات ديالي صايبت حتى لي ميني باغيت. لي ميني باغيت كيفاش غادي ندير ليهم؟ كندلك العجينه اولا كنطلقها بالدلاك بشكل هكذا طويل عمودي، وكنحط لافارس الدخلانيه. قلت لكم انا هاد لافارس هادي صايبت غير الطون وخلطته مع الجبن جبلي ودرته مع الزيتون مقطع، ولا بغيتو حتى الزيتون كحل، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. وزدت عليها شي شويه ديال الزعتر، كندفع وكنبرك بالصبيعات ديالي، ومن بعد كنشكل ميني باغيت ديالي ساهله. دابا من بعد ما خليتهم يخمروا عاوتاني مره واحده اخرى، لانه ضروري نخليهم يخمروا مره واحده اخرى، غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بصفر بيضه، وداك الساعات غنزوقهم وندخلهم الفران. بالنسبه للزواق تقدروا تزوقوهم بالزنجلان، تقدروا تزوقوهم بالحبه السوداء، باي حاجه موجوده عندكم. غندخلهم الفران على درجه حراره 180، غنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت هكذا باش يتحمروا، وما تغفلوش عليهم لانهم دغيا كيشدوا العافيه، دغيا كيتحمروا. الخبيزات ديالي ولي ميني باغيتا هما وجدوا، عرفتوا العجينه ديالهم كتجي رطبه هشيشه بزاف، نتوما كيف كتشوفوا كتجي مورقه، كتجي فحال البونج، العجينه كتجي فحال البونج يعني خفيفه قطنيه، عجينه قطنيه كيف كنقول. ندوز باش نصايب دي ميني كاك بالشكلاط صغارين او فوغي نواغ، يعني اون تارت كبيره. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم حتى هما في صندوق الوصف. هنا بالنسبه للميني كاك عندنا المقادير ساهلين، انا هنايا ضاعفت المقادير، بامكانكم نتوما يعني ديروا غير المقادير هما نيت، حيت انا درت بكميه كثيره داكشي علاش ضاعفت المقادير. اذا بالنسبه للمقادير عندنا 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني ما كاين لاش ذوبوها، انا ذوبتها حيت كنت زربانه وخلطت كلشي. ف 125 غرام ديال السكر، 3 د البيضات، 180 غرام ديال الطحين، ساشي ديال الخميره، و 5 د المعالق ديال البودره د الكاكاو اللي حاره المره. اذا البودره الكاكاو الى احتاجيتو بامكانكم تزيدو. اول حاجه تناخذوا الزبده والسكر تنطلعوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيولي اللون ديالهم بيض، من بعد كنزيدوا البيض وكنزيدوا الطحين تدريجيا مع الخميره، وفي الاخير كنزيدو الشكلاط غبره. كندخلوهم الفران لدرجه حراره 180 درجه، شعلوا عليهم من الفوق ومن التحت وهما واجدين. اذا بالنسبه لميني كاك ديالي، انا دائما منين تندخل المول ديال السيليكون الفران تنخوي الماء في الطاوه عاد باش تنحطهم في الطاوه. من بعد ما غنخرجهم من الفران ان شاء الله غادي نزوقهم. يعني بالنسبه للزواق ماشي يعني شنو ما كان متوفر عندكم، انا ما كانش عندي شي حاجه اللي هي سبيسيال متوفره. اذا شنو باش زوقتهم؟ درت لهم الشوكولات ديال نوتيلا باش عمرت ليهم داك الثقيبات اللي في الوسط، هذوك لي طخو اللي كاينين في الوسط عمرتهم بالشوكولات نوتيلا، ومن الفوق درت عليهم هكذا السكر، عفوا سكر كلاصي. ندوز نصوب لاطارت ديال فوغي نواغ ساهله. بالنسبه للطريقه والمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، للاسف ما غاديش يقدني الوقت باش نعطيها لكم اولا باش نحطها هنايا في لا فيديو، لانه غادي تجي فيديو طويله، ولهذا من الاحسن نحطها لكم. والا بغيتوها نعطيها لكم بالتفاصيل خليوها ليا في التعليق، خليو ليا في التعليق انه في فيديو واحد اخر نحطها لكم بكل التفاصيل. اذا كيف كتشوفوا صيبت لاطارت ديالي، دهنتها غير بلا كريم فريش اللي طلعتها وزوقتها بالشوكولات اللي هكذا جرشتوها هكذا هرشتو غير بالموس وزوقتها به من الفوق، بامكانكم تزوقوها باش ما بغيتو بلي فخويلة عندكم.
دابا غادي نبدا نحط الشهيوات ديالي اللي وجدت هكذا باش نقاد الطبيله ديال الفطور ديالي. كيف شفتوا صيبت الطبله محدقه ومتوله غير بالمعناس ديال 5 دراهم 10 دراهم و 15 درهم. الفكره من هاد لا فيديو هذه كلها هو انه بامكاننا نزوقوا الطبله ديالنا اولا نزوقوا اي حاجه غير بالحويجات اللي هما بساطين وبالحويجات اللي هما ثمنهم ناقص. ماشي بالضروره انه نشريو الحاجه اللي غاليه، ماشي بالضروره انه نشريو الحاجه اللي هي ماركه اولا سيني باش نقادوا هكذا يعني دارنا ولا الطبله ديالنا ولا اي حاجه. اذا كيف شفتوا الفكره بسيطه، معنات اللي هما الثمن ديالهم رخاص تيتباعوا في اي بلاصه غادي تلقاوهم موجودين، قديناهم ونسقنا الالوان وفي الاخر حصلنا على طبله زوينه. كنتمنى الفكره انها تكون عجبتكم وانكم تكونوا استفدتوا. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش كالعاده انكم تقسموها مع الاصدقاء ديالكم صحابكم ولي جروب اللي نتوما منخرطين فيهم سواء على الفيسبوك الانستغرام او الواتساب. نخليكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله وفكره واحده اخرى. عواشر مباركه مسعوده.